معنا مشاهدينا هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري. سيد ضياء، إذا موقع جلوبال ريسيرش الأمريكي اتهم واشنطن بتدمير المنطقة والإساءة إلى لاجئيها، كيف ترى تعامل الغرب عموما مع اللاجئين؟ السلام عليكم في البداية. عليكم السلام. حقيقة الدول الغربية تعاملت مع اللاجئين في بداية الأمر بصيغة طبيعية ومساعدات إنسانية قدمت لهم، ولكن في الآونة الأخيرة كانت تتعامل مع اللاجئين والتسفير القسري في بعض الدول. هذه حقيقة، وفي حال عودتهم إلى بلادهم يعانون هناك من معاناة كثيرة وحتى الاعتقال. أنا أعرف جماعة في العراق رحلوا من هنا من النمسا إلى العراق واعتقلوا في العراق في أول أسبوع من وصولهم إلى العراق، بعد وصولهم إلى مناطقهم اللي كانوا هم ساكنين فيها سابقا. هذه الحالة متكررة. أما التسفير القسري ومعاملة اللاجئين بالوقت الحاضر ومضايقة اللاجئين من قبل الأحزاب اليمينية الذي فازت في الآونة الأخيرة في الانتخابات في أغلب الدول الأوروبية، هم الذين يعاملون اللاجئين بسوء المعاملة. هذه المعاملة ليست تقتصر أنه بعدم تصديقهم مما يعانوه اللاجئين في بلادهم، وإنما استمرت حتى في الحالات الاجتماعية والحالات المادية. صارت هنالك مضايقات من ناحية المادة ومن ناحية حتى السكن. هذه المضايقات لم يتحملها اللاجئ، وقسم من عندهم عاد طوعا بتحت الضغط النفسي الذي عاناه في الدول الأوروبية. طيب. الدول الأوروبية بالوقت الحاضر هي تتحمل المسؤولية الأولى في بلدان سابق. نعم. وفق المواثيق الدولية سيد ضياء، إلى أي مدى تتوافق هذه الإجراءات التي تتخذها دول غربية مع اللاجئين؟ حقيقة كل المنظمات الإنسانية الموجودة التي تتعامل مع اللاجئون تشكي من الحكومات التي تعامل اللاجئين بهذه الصيغة، المعاملة الغير إنسانية. من كل المنظمات التي أتعامل معهم يتعاملون مع الدولة وبصيغة الند بالند، وليست المعاملة بالمثل. المشكلة الحالة الإنسانية مفقودة تماما، ومعاناتهم مفقودة تماما. ما يحدث في أوروبا من ناحية العائلة ولم يشمل العائلة بالوقت الحاضر معطلات كبيرة في حالة لم يشمل العوائل. والمنظمات الإنسانية التي تعمل اللاجئين من ضمنها الكاريتاس والدي أوكوني والمنشى الرشدة، هذه كلها قاعد تعاني من معاناة الدوائر الرسمية الموجودة في أوروبا. أيضا لابد أن نتحدث عن النازحين فضلا عن اللاجئين. أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها الذي أكد أنه لا يوجد سبب أمني لمنع العائلات النازحة من العودة. كيف ترى الإجراءات الأمنية الحكومية مع النازحين في داخل العراق؟ بالوقت الحاضر المعاناة اللاجئين النازحين الموجودين المهجرين داخل البلدان، ليست في العراق وإنما في كثير من البلدان، حتى في سوريا موجودة هذه الملاجئ. لكن في العراق الأمر حينما يعودون اللاجئين إلى مناطقهم لا يوجد مأوى لسكنه، لا يوجد مأوى لأمانه، لا يوجد مأوى لانتمائه إلى هذه المنطقة. المنطقة بدلت تماما والمنطقة دمرت بالكامل. لا يمكن العودة اللاجئين إلى مكانهم بغض النظر عن كل هذا ما يحدث. الحكومة لا تساعد اللاجئين بالإقامة الإنسانية بالوقت الحاضر في المناطق الذي نزحوا من عندها. هذه المشكلة تعاني كل النازحين الموجودين في العراق. المشكلة ليست في مناطق النازحين مثل الموصل والرمادي وتكريت وكثير من المناطق، لا أرد عدد المناطق، كم مناطق موجودة مدمرة في العراق. ولكن النازحين الموجودين حينما يعودون إلى مناطقهم لا يجدون من يكفلهم هناك من الدولة أو يرعاهم. لا توجد مدارس، لا توجد ضمانات اجتماعية، لا توجد صحة، لا توجد حتى المأوى، لا يمكن أن يصلح للسكن.
شكرا جزيلا لك سيد ضياء الشمري من فيينا، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.